الأداء اليوم كان جيد، كانت الكرة، كان لونجاجمون، كانت لونفي دو غاني، برغم الظروف ديال اللقاء اللي كانت شويه صعبه لان الفطور كانت 7 ولعبنا مع 9 وتقدمنا طلب للكاف من اجل تاجيل ساعه حفاظا على الصحه واللياقه ديال اللاعبين، ولكن تم رفض الطلب نظرا التزامات مع التلفزيون وحتى باش نرفقوا حتى بالجمهور، ولكن الحمد لله كنشكر الجمهور خلال المنبر ديالكم على تحمل عناء اليوم الاول في رمضان وشجع الفريق ديالو بكل افيك توت ان لونجاجمون وبكل حب للمكونات النادي الرجاء الرياضي. جيت سعداء بعد الانتصار هذا، اعطي ثقه اكثر للطاقم التقني واعطي ثقه اكثر من اللاعبين واعطي ثقه اكثر ايضا للاعبين الشبان اللي دخلوا وبينوا على المستوى ديالهم مستقبلا ايضا. فيما يخص الفريق احنا ما عندناش مشكل، الرجاء تلعب بمن حضر ومع من اللي كان، اللي جا غادي نلعبوا معاه وغنعطيو، انا متاكد بان اللاعبين والطاقم التقني والاداره والجمهور يعطي اقصى ما في عندهم من جهد باش النادي ان شاء الله والفرقه تمشي لاحسن مسار، وان شاء الله نمشيو بعيد في هذه المسابقه وايضا في البطوله وفي كاس العرش ان شاء الله. كما اكدت لقد الزملاء ديالكم جمهور الرجاء علامه مميزه، كنشكرهم جزيل الشكر لان اتوا جنبات ملعب محمد الخامس، كنشكرهم على الدعم ديالهم وكنشكرهم بطبيعه الحال حتى على الالتزام ديالهم حتى في التشجيع، كنشكرهم. هذا كيبين على ان جمهور نادي الرجاء انه جمهور واعي، جمهور كيبغي الفرقه ديالو وجمهور متيم بالحب للفريق ديالو، وبطبيعه الحال حنا كاداره ما يمكننا الا نزيدوا في المجهودات باش يكون دائما الجمهور راضي على النادي ديالو راضي علينا. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.